السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. حنا دابا جينا لكزنايا باش نوريكم واحد القطعه ارضيه الموقع ديالها ممتاز وحتى الثمن ديالها جد مناسب، ثمن معقول. غير نتوما بطبيعه الحال ما تنساوش تدعمونا، ديروا جيم اشتراك وتفعيل الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالنا، وبارطاجيو الفيديوهات مع المعارف ديالكم باش نعاونوا اي واحد كيقلب على شي عقار يلقاه بسهوله، والخير في المساعده بطبيعه الحال. احنا قربنا البقعه اللي جبنا لكم اليوم، ولكن بديت لكم تصوير من الطريق اللي كدي ليها باش تشوفوها كيفاش دايره، وباش تاخذوا فكره على المنطقه هاد البلاصه كامله فين كاينه القطعه الارضيه. كما كتشوفوا راه كامله جزيئات، كامل البني تبارك الله زوين منظم، داكشي غزال، طرقان واسعين، اعراض، ماشي داك البني العشوائي اللي كاين اللي كيسمع كزنايا ديك الجهه فين كاين العشوائيات وكاين طرقان ضيقين. فهنايا لا، هنا العكس، طرقان واسعين، البنايات زوينين، الديور تبارك الله طالعين غزالين، وحتى المنطقه فين كاينه البقعه قريب ليها كلشي. جاي اصلا حدا طريق الرباط، جوج دقائق ثلاثه دقائق حتى في الطريق الكبيره ديال الرباط، وجايه حدا الجماعه الحضاريه، حداها المدارس، حداها مدرسه بريفي، حداها مدرسه عموميه، خلاص الجوامع، حداها الجامع نيشان قريب لها بزاف، حداها واحد المعهد. يعني اي حاجه احتاجيتوها غادي تلقاوها تما ان شاء الله. احنا وصلنا دابا فين كاين البقعه ديالنا، القطعه الارضيه كاينه حدا هاد الجزيئه كما كتشوفوا تبارك الله. هنايا الدنيا زوينه منظمه، اصلا ديما التجزئات كيكونوا زوينين، كيكونوا الطرقان كبار كيف ما كتشوفوا، وحتى الديور تبارك الله كيكونوا زوينين، النظام ماشي بحال المناطق العشوائيه بطبيعه الحال. وهنا كيف ما كتشوفوا كلشي موجود، كاين الضو، كاين الماء، كاين الواد الحار، وهذا الجامع اللي قلت لكم حدا القطعه الارضيه ديالنا اليوم. واللي زوين في هاد البقعه اللي جبنا لكم اليوم انها جايه مع التجزئه، هي عدليه ماشي محفظه، ولكن عندها الامتيازات ديال التجزئه، وفي نفس الوقت الثمن ديالها جد مناسب. يعني الثمن ماشي بحال الثمن اللي كاين هنايا في هاد التجزئات. هانتوما كتشوفوا هاد الدار اللي اللي قدامكم دابا راه عدليه، ماشي ما دخلش في التجزئه، ولكن جايه على الشارع ديال التجزئه. يعني هادشي اللي زوين في هاد البليصه هادي. ودابا نوري لكم القطعه اللي جبت لكم اليوم، هي هذه اللي قدامكم دابا عند الطريق ديال سبعة. حنا قربوا لها اكثر، هي هذه اللي انفص معكم. هاد البقعه هذه عدليه ما محفظاش، فيها 60 متر مربع، ومولاها كيطلب فيها 4900 درهم للمتر المربع. يعني هنايا الثمن ديال البقعة اللي كاين في الجزيئة راه ما نقول لكم شرا 7000 8000 درهم، وهاد القطعة هي حداهم، هي هادي، فالثمن ديالها جد مناسب. يعني 4900 درهم راه ما تلقاهاش هنا، وانا غير سمعت عليها جينا دغيا للموقع باش نصوروها عليكم. وهي عند الطريق التحتانية، واللي زوين جاية ما بين جوج جزيئات، يعني هاد الجزيئة اللي شفتو دابا وهاد الجزيئة اللي انفص معكم، هو الشارع كبير عاوتاني هنايا تحت منها. يعني الحقيقة الموقع ديالها راه زوين، وانتم كتشوفوا البني داير بها، صافي الناس كيبنيو الديور ديالهم، عطاهم التسليم في هاد البلاصة هادي، كلشي كطلع الدار ديالو تبارك الله غزالين الديور هنايا. هي الطريق الكبيرة هي هادي اللي تحت منها، وهذه الجزئة الثانية كما كتشوفوا. علاه قلت لكم الموقع ديالها ممتاز، وانا بالنسبه لهاد البقعه هذه همزه، لان اصلا هاد المساحات ما كيكونوش متوفرين بزاف، يعني 60 متر و 70 متر ما كتلقاوش في الجزئة، الاغلبيه الشو كتكون من 80 الفوق 100 150. فهذه جايه عدليه، الثمن ديالها جد مناسب، وحنا راه سولنا الاثمنه في هاد المنطقه عليها. ملي كنقول لكم همزه راه حنا عارفين علاش، اللي عجبتو القطعه وبغى يجي يشوفها مرحبا، تواصلوا معنا في هذا الرقم هذا ويجي هنا ويشوف هاد الجهه هذه كامله كيفاش عامله، داكشي اش كنصورها لكم باش تاخذوا فكره عليها، ويدي الوريقات ويسول على البقعه في الجماعه الحضاريه، ويتاكد ان كل شيء هو هذاك عاد ديك الساعه. الله يسخر والله يسهل الامور، تهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف،
السلام عليكم.